علاء جانب وهو بيكتب قصيدة شعرية، ايه الطقوس بتعمل ايه؟ يعني انت بتفكر في ايه وقتها؟ بتشوف الدنيا ازاي؟ بتشوف حال اللي حواليك ازاي؟ طقوس يعني بولع بخور وبستحمى بمية بملح وبجيب رجلي غراب. احنا مش دجالين. لا لكن من زمان كان كبار الشعراء والنقاد يعني كان بيقول لك انه في اوقات معينة، زي مثلا الاوقات اللي ايه اللي الروح فيها بتكون اصفى. يعني مثلا عايز اقول لك الهزيع الاخير، بس خايف الناس تتخض من كلمه الهزيع دي. اللي هو ايه اخر الليل، يعني الدنيا بتبقى راقت والناس نامت وبتاع، فده بيكون ادعى الى انه الروح اكثر صفاء، فالكتابه وقتها بتكون يعني اكثر عمقا، وبتقدر تصطاد الفكره بتاعتك او الصوره اللي انت عايز تجيبها بتقدر تصطادها بالراحه في الوقت ده. يعني الفخاخ بتاعت الشعر بتتنصب بالليل وبتصطادها بالليل، ده يمكن اهم الطقوس. بس بيكون لها اطر محدده بتكون انت قبليها محضرها؟ عايز تمشي عليها، حاجه رايحه للمراه، حاجه رايحه للحب، حاجه رايحه للكون، حاجه رايحه ربنا سبحانه وتعالى. دي ما بتجيش كده في الشعر. الشعر ده عامل زي، عارف كنا زمان في الجغرافيا كنا بندرس حاجه اسمها البركان الخامد، اللي هو كان اللي بيبقى تحت الارض ومنتظر بس ايه يشوف حته كده في قشره الارض لينه فينفجر منها. هو كده الشعر، انت بتبقى عايش بالحاله، قد تكون على فكره الحاله من ايام الطفوله، بس ما لقيتش المفجر، ما لقيتش الحدث اللي يخلي هذه الحالة الشعورية تطلع. لذلك أحيانا الواحد بيبدأ قصيدة غزل وتروح معاه في سكة تانية خالص، أو يبدأ قصيدة في موضوع والقصيدة تاخده لسكة تانية خالص، لأنه بيسوقك البركان اللي جوه ده اللاوعي. يعني مش عايز يعني أتفلسف زيادة عن اللزوم وأتعمق، لكن بيبقى شيء داخل النفس زي التيار الكهربائي كده بيسري لغاية لما يلاقي لمضة زي دي ينور منها.